بينما يلوح في الأفق هجوم بري واسع النطاق على قطاع غزة كما يلوح بذلك قادة إسرائيليون، فإن سيناريوهات عدة تواجه القوات الإسرائيلية التي ستنفذ هذه المهمة عرض لها تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي. أحد أكبر التهديدات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في القطاع مختبئ تحت الأرض، فالمتاهة الواسعة من الأنفاق التي بنتها حماس تمثل تحدياً كبيراً قد تجر الحرب إلى احتمالات عديدة ليست بالحسبان. تمتد هذه الأنفاق عبر أحياء مكتظة أسفل غزة بعيداً عن مرمى طائرات جيش الاحتلال المسيرة، وتهدف إلى أخفاء المسلحين والترسانة الصاروخية إضافة إلى احتجاز الأسرى كما يرى التقرير الصادر عن مركز الدراسات الأمريكي. وترى وكالة أسوشيتد بريس أن تطهير هذه الأنفاق سيكون أمراً حاسماً إذا ما كانت إسرائيل تسعى لتفكيك حماس، لكن القتال تحت الأرض من شأنه أن يجرد الإسرائيليين من المزايا التكنولوجية، وفي المقابل يعطي فرصة لحماس فوق الأرض وتحتها، فالطرف الذي أنشأ الأنفاق لديه ميزة اختيار المكان الذي ستبدأ فيه المعركة. ومن بين التحديات العديدة التي وضعتها حماس لمواجهة القوات الإسرائيلية هو طبيعة القتال في غزة المكتظة بالسكان والمباني والشوارع الضيقة، الأمر الذي يؤدي لفقدان الجيش الإسرائيلي العديد من المزايا التي يتمتع بها كقوة الصواريخ بعيدة المدى وسرعة الحركة والاتصالات والمراقبة، كما يعتبر الركام والدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي فرصاً لمجموعات صغيرة من مسلحي حماس تتخذها كمواضع لهم للتخفي ونصب مواقع للقناصة. فضلاً عن ذلك فإن الأنفاق التي بنتها حماس تمثل كابوساً بالنسبة لجيش الاحتلال، لأن مسلحي حماس يمكنهم استخدامها لمهاجمة القوات المتقدمة من الخلف أو نصب كمين لهم أو حتى أسر المزيد منهم.